اهلا بحضراتكم من جديد. عندنا تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها بخصوص الاهلي، لسه عندنا اخبار عنه، وعندنا كمان كلام في الصعيد العالمي بشكل كبير، وكمان فيما يتعلق بمحمد صلاح نجمنا المصري. علشان كده معايا في هذه اللحظات عبر تطبيق زوم الاستاذ مروان الشافعي، المحلل الفني المميز جدا في الحقيقه، واللي دايما ليه اراء فنيه مميزه بخصوص المباريات المختلفه في مختلف البطولات. يا مروان برحب بيك. برحب بيك يا كابتن امير، وبشكرك على المقدمه الجميله دي. ميرسي جدا. اهلا بيك يا مروان، منورنا. في البدايه عايز اخد رؤيتك الفنيه وتحليلك لمباراه الاهلي بالامس، وبالتحديد انا حاسس ان مباراه الاهلي بالامس تعتبر في التحليل سهله قوي، لان الاهلي كان وحش بصراحه، لكن ايه المطلوب من الاهلي الفتره اللي جايه عشان الاهلي يتحسن وعشان انت داخل خلاص على الادوار الاقصائيه يعني. طيب بص يا كابتن امير، انا كنت بسمعك في الانترو وعجبني حاجه انت قلتها، ان في فرق ما بين النقد وفي فرق ما بين التقطير، في فرق بين ان انا اشاور اقول والله في حاجه غلط هنا، في بالظبط. فرق بين ان انا اقول والله المدرب ده ما ينفعش، اللعيب ده لازم يمشي، اللعيب ده لازم يبطل، في فرق كبير جدا. بالظبط. دايما مشجعين الكوره للاسف يعني ذاكرتهم ضعيفه وقصيره، بتفتكر الريسنت اكتس او الاحداث القريبه. عشان الاهلي هم امبارح زي ما انت عاطفيين قلت قوي يا مروان، برضو بيحبوا النادي بتاعهم بالظبط. قوي ودايما عايزين طبعا الاهلي يكسب، ودي حاجه طبيعيه يعني في طبعا اي مشجع، ده طبيعي. طبعا طبعا هي حاجه طبيعيه، ولكن برضو لازم في بعض الاحيان يا كابتن امير نلتمس الاعذار بالظبط. للعيبه، لان هي في الاخر هي مش مكن، هي مش ماشين، طبعا طبعا. المدربين بيغلطوا. كان احسن مدرب في التاريخ تقريبا جوارديولا قال على نفسه انا اكتر واحد بغلط، انا بعمل اخطاء، صح. مفيش لعيب ما بيعملش اخطاء ومفيش مدرب ما بيعملش اخطاء، ولكن الكويس ان انت تقف عند اخطائك وتحسنها. انا شايف ان رقم واحد الفتره الجايه هي الدوافع، كويس. لازم لعيبه النادي الاهلي تعرف حاجه، ان انا قيمتي مش ببطوله، مش ببطولتين، طبعا طبعا. مش بكاس عالم انديه العبه، لا انا مسيرتي وقيمتي بخمس عشر سنين انا في التوب ليفل، بحقق سنه وبقفل بطوله وبحقق بطوله واقفل وهكذا. عجبني يعني عكس الناس بتتكلم ان هي لا متضايقه من الشناوي وهاني، لا انا عاجبني المنظر ده جدا، منظر ايجابي جدا. المنظر ده يحسسك اللعيبه غيرانه على صح. الفريق، غيرانه على التعادل، غيرانه على جون بيدخل فيها بشكل اخطاء دفاعيه، كل ده بيديني انا كمشجع او كمحلل ان احساس لا الفريق جاي، الفريق عنده حميه، الفريق عنده احساس ان مهما كسبنا بطولات لا احنا لازم ندي بشكل اكبر في الفتره الجايه. لازم تجديد دوافع من قبل موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ للعيبه، لازم كلام نفسي مع بعض اللعيبه ان نقفل صفحه افريقيا، نقفل صفحه كاس عالم الانديه، فكرة إن إحنا الاحتفالات اللي ممكن نكون لسه مش عايز أقول عايشين دي فيها، كانت في ولكن الماضي هي بقى في خلاص. الباك جراوند خلاص في الماضي، لازم تكون في الماضي، إحنا في بطولة جديدة، وللأسف هو ده طبعا يعني المشكلة اللي بتواجهها في أفريقيا، اللي أنت بتلحقش ترتاح. يعني أنا ما أفتكرش لعيبة الأهلي دي خدت فترة بري سيزون أو فترة أجازة مثلا من ثلاث أربع سنين مثلا، فأنا بعذرهم، ولكن التحسن الفترة الجاية مطلوب في الناحية الدفاعية. أخطاء كتير كانت موجودة إمبارح، أخطاء في نص الملعب، التشكيل كان فيه مشاكل، ولكن أنا في الآخر بثق بصراحة في موسيماني وفي إدارته للفترة الجاية، والأهلي يواجه أي فريق، يعني المفروض بالظبط. الفريق البطل هو اللي الناس تخاف منه، مش هو اللي يخاف صح. من الفرق، لازم الناس هي تخشى تبقى مواجهة النادي الأهلي، مش الأهلي يقول أنا عايز مثلا أخلص أول أو تاني عشان أتجنب مواجهة أحد الفرق، لا الأهلي البطل عليه إن هو يفوز على جميع الفرق. طيب ده امر مهم، وده فيما يتعلق بالنادي الاهلي. عايز اتطرق معاك لبعض الامور العالميه، وبالتحديد عايز اتكلم عن محمد صلاح وبعد تالقه في مباراه الارسنال امبارح، لكن ما زالت يعني الاخبار بخصوص محمد صلاح في اتجاه ان اللاعب ممكن يرحل عن ليفربول مع نهايه الموسم. ايه الجديد في الملف ده تحديدا، وبالتحديد كمان استعدادات ليفربول وريال مدريد للمواجهه المقبله يوم الثلاث في الشامبيونز ليج الاوروبي؟ يعني هو واضح يا كابتن امير الفتره اللي فاتت ان تصريح محمد صلاح بشان زين الدين زيدان وتصريحه بشان يورجن كلوب، لما اتسال على يورجن كلوب وقال ان انا علاقتي بيه علاقه احترافيه عاديه جدا، مع ان الواضح واللي الناس المفروض تكون شايفاه ان يورجن كلوب واحد من اهم الناس اللي اثرت في كارير محمد صلاح، أكيد. كنت اتوقع التصريح ده من صلاح. على العكس لما اتكلم ان زيدان اسطوره في التدريب واسطوره كلاعب كان قدوته يتمنى ان هو يتدرب تحت قيادته، فدي برضه بتدي انديكيشن ان صلاح بيرمي هنس ان هو ممكن السنه الجايه يفكر في الرحيل من نادي ليفربول. برضه مقابلته مع صحيفه اس الاسبانيه لما اتكلم ان هو كان متضايق ما حصلش على شرط الكابتنه، حاسس ان هو ممكن يفكر في تحدي جديد،
كل ده يعني بشوف ان هي ملامح توضح ان اعتقد السنه دي قد تكون هي هو الموسم الاخير لمحمد صلاح في ليفربول، لان ببساطه مع عراقه فريق ليفربول ريال مدريد برشلونه ما ينفعش تقول لهم لا. طبعا طبعا سن بصراحة 28 سنه من كاريره، هو ده تقريبا الكونتركت الاخير او الاعلى والاكبر في تاريخ محمد صلاح. اذا عندك فرصه ان انت تروح برشلونه في حاله طبعا رحيل ميسي تبقى انت السوبر ستار الاول للفريق، او عندك القدره ان انت تروح ريال مدريد في مكان هو محتاجك، مفيش وينجرز او مفيش جناحات في قيمه محمد صلاح، هيروح هناك هيبقى واحد من اهم اعمده فريق ريال مدريد. طبعا اعتقد ان صلاح هيفكر في الرحيل بشكل كبير. المباراة بقى ما بين الفرقتين بتشوفها ازاي، خصوصا في ظل غياب سيرجيو راموس بشكل رسمي بعد الإصابة في العضلة الضامة يعني، وكان كل المنتظر المواجهة ما بين راموس وصلاح يعني. يعني انا عن نفسي لو هكلمك من شق سيرجيو راموس ولا من شق محمد صلاح، لو هكلمك من محمد صلاح انا شايف ان غياب راموس مش مفيد بالنسبه لصلاح، يعني انا شايف ان هو مضر بالنسبه لصلاح. اذا كان راموس موجود دوافع زياده، طبعا موتيفيشن طبعا زياده، الراجل هيبقى عايز يثبت نفسه اكتر، مش بس يثبت نفسه عشان موضوع كتفه او الاصابه، لا يثبت نفسه ان انا اقدر اعدي من راموس، اقدر اسجل في ريال مدريد، لان صلاح لاعب قدام ريال مدريد 3 مواجهات، مواجهتين مع مع روما روما ومواجهه مع ليفربول، وخسر الثلاثه، ما سجلش ولا هدف، ما صنعش ولا هدف. فطبعا عايز يقول ان انا في دوري الابطال اوروبا قدام فريق بعراقه ريال مدريد اقدر ان انا العب واسجل واتواجد. غياب راموس كمان على الناحيه الفنيه هياثر على الماتش، على طبعا على كتيبه ريال مدريد، هياثر بشكل دفاعي، هياثر بشكل قيادي، هياثر حتى على التاثير راموس الهجومي في الناحيه الهجوميه على ريال مدريد. يعني كنت اتمنى وجود راموس وفان دايك كان يدي الماتش بعد تاني، طبعا لان كل واحد أكيد بيشوف نفسه اللي هو المدافع الاقوى والافضل في اوروبا وبيلعب قدام واحد من اهم المهاجمين، سواء راموس هيلعب قدام صلاح او فان دايك هيلعب قدام بنزيما، هتمنتج للماتش طعم اقوى بكتير. ولكن نتمنى على ماتش الانفيلد او في العوده ان على الاقل راموس يكون رجع، على اعتقد فيرجيل فان دايك هيكون لسه بدري عليه. لسه بدري صح. تمام يا مروان، انا بشكرك شكرا جزيلا. مروان الشافعي المحلل الفني، واتكلمنا معاه وتطرقنا معاه لبعض الجوانب المهمه سواء بخصوص الاهلي او بخصوص ليفربول وريال مدريد والمواجهه المرتقبه كمان يوم الثلاث في التشامبيونز ليج. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل فقراتنا، يلا بينا.